أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، دائما ما يكون ضعاف القلوب سببا في ضعضعة المجتمع المسلم، وعندما نقول ضعاف القلوب لا نعني بهم المنافقين، وإنما نعني بهم الذين يحبون الدين لكن اختلط عندهم في قلوبهم مادة الحياة ومادة الوفاء. مادة الحياة صحة القلب، أنه يفهم الأشياء فهما صحيحا لأنه يتصورها تصورا صحيحا. دائما يا إخواني، الفهم لابد أن يكون تاليا للتصور، والتصور يكون مرتبطا بالعلم والإدراك. يعني مثلا لو أن رجلا قال لي: هل تفهم معنى كلمة قنا؟ تفهم معنى كلمة قنا؟ أنا لم أذهب إلى قنا ولم أرى قنا، وبالتالي أنا لا أدرك قنا. إذن أنا لم أشاهد قنا، لم أعرف قنا، وبالتالي أنا لا أدرك قنا، وبالتالي أنا لا أتصور قنا، لا أستطيع أن أصف شجرها ولا نبتها ولا سكانها ولا شوارعها ولا مبانيها. وبالتالي فهمي عن قنا هل يكون فهما صحيحا أم فهما غير صحيح؟ فهمي يا إخواني صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. إذن الفهم مرتبط بماذا؟ بالتصور، والتصور مرتبط بماذا؟ بالعلم. فكلما عظم العلم صح التصور، وكلما صح التصور صح ماذا؟ الفهم. وبالتالي عندما نجد مرضا في القلب فإن من أعظم أسباب مرض هذا القلب ماذا؟ ماذا؟ عدم هذا التصور أو ضعف هذا التصور. ضعف هذا التصور، تصوره عن الحسنة وتصوره عن السيئة، تصوره عن الحلال، تصوره عن الحرام، تصوره عما يجوز وعما لا يجوز، هذا التصور فيه مرض، فيه مرض. وبالتالي فهمه فيه مرض. وبالتالي إذا كان الفهم مريضا كانت الأقوال والأعمال مريضة. إذا كانت الأفهام مريضة فإن الأقوال والأعمال مريضة. فبالتالي أنا لا أفهم معنى كلمة قنا، فيمكن أن أقول قنا هذه بلد كبيرة تقع في قارة أوروبا مثلا. هذا كلام غير صحيح لأنه مترتب على فهم غير صحيح، وربما آتي بتصرفات وأعمال غير صحيحة وغير منضبطة، كأن أقول بأن هذه البلدة ترتع فيها الفيلة وتعيش فيها الضببة
وتغرد فيها العصافير التي تتآخى مع النسور. الكلام ده صح منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. يبقى عدم الانضباط في الأقوال وعدم الانضباط في الأفعال سببه إلى عدم انضباط الفهم، وعدم انضباط الفهم سببه عدم انضباط التصور، وعدم انضباط التصور سببه عدم صحة ماذا؟ العلم. وبالتالي لابد للإنسان أن يكون حريصا على صحة علمه، أن يطلب العلم طلبا صحيحا، لابد أن يطلب العلم طلبا صحيحا ليدرك الأشياء إدراكا صحيحا فيفهمها فهما صحيحا، وبالتالي تكون أقواله وأعماله صحيحة. ولهذا بوّب الإمام البخاري فقال: باب العلم قبل القول والعمل. من أجل ذلك الأمر، العلم قبل القول والعمل، لأن العلم إذا لم يطلب صحيحا وإذا لم يقع صحيحا ترتب عليه فساد القول، وترتب عليه أيضا فساد العمل. وهذه الآية التي سنقرأها فيها عتاب من الله عز وجل لطائفة من المسلمين، ليست منافقة، ولكن هذه الطائفة فيها ضعف، وهذا الضعف له صورة من صوره التسرع. الإنسان المتسرع تسرعه دليل على ضعفه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج العصر، والحديث في الصحيح: إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله. الخلة اللي هي الصفة أو الخلق، الصفة أو الخلق، يحبهما الله ورسوله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناء. الحلم والأناء، الحلم التجاوز والعفو واتساع الصدر، والأناء التريث وعدم العجلة. ولذلك في الحديث الذي في إسناده كلام: العجلة من الشيطان. هذه الآية عاتب الله تعالى فيها طائفة من المسلمين، وسبب هذا العتاب هو التسرع وعدم التمهل وعدم دراسة الأمور. الإنسان ينفعل سريعا ويتصرف سريعا، وربما لا يكون دارسا الأمر دراسة صحيحة، فيترتب على ذلك عدم التقدير الصحيح والاعتبار الصحيح، وربما يكون ذلك سببا في وقوع المشاكل والمصائب. هذه الآية قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية. القرآن رسائل من الله تعالى لعباده، ويجب على المؤمن إذا قرأ القرآن أن يعرض نفسه على القرآن، يعني لا نقرأ القرآن نقرأه كما نقرأ الجرائد ونتمازح ونتفكه عندما نقرأ القرآن، بل القرآن له جلال وله تعظيم، له جلال وله تعظيم. ومن جملة إجلال القرآن وتعظيمه أن تقف عليه لتتدبره وتتفهمه لتعمل به،
يبقى ده مطلوب. تقرأ القرآن، تتدبر القرآن، تتفهم القرآن، من أجل ماذا؟ من أجل أن تعمل بالقرآن. لكن أن يكون حظك من القرآن أن تهزه هزة ثم ينتهي الأمر عند ذلك، لا. لقد حفظ عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه سورة البقرة في 8 سنين 8 سنوات. وأبو عبد الرحمن السلمي يحدث أنهم كانوا يقرؤون 10 آيات فلا يتجاوزوها حتى يعملوا بها، قال: فأوتينا العلم والعمل والإيمان معا. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه عندما فتح حمص وتقدم للصلاة لم يزد عن الفاتحة، وقال: شغلني الجهاد عن طلب العلم، ما كان مذموما في ذلك ولا كان ملاما في هذا. فالمقصود يا إخواني أن الإنسان يقرأ القرآن ويعرض نفسه على هذا القرآن، أين أنا من هذه الآيات؟ يا ترى هذه الآيات تنزل على مسامعي لتخرج من مسامعي، أم تنقر قلبي لتنغرس فيه لتثمر معان فاضلة، لتثمر معان فاضلة وأعمالا يانعة؟ هذا هو القرآن. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى مدح الذين يقرؤون القرآن فيتبعون ما فيه، ثم مدحهم لتأثرهم بهذا القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، متشابه ومثاني. المقصود بذلك أن المعاني الموجود في القرآن متشابهة وتأتي متوالية، مثاني متوالية. فمعاني القرآن التي تكلمت عن الجنة متشابهة، وعن النار متشابهة، وصف الجنة، وصف النار، قصص الأنبياء. والمقصود بهذا التشابه وهذا التوالي تأكيد المعاني في القلب. الإنسان لما بيقرأ المعنى مرة واحدة ربما لا ينغرس المعنى في قلبه، لكن عندما يأتي المعنى له من معان أو من وجوه كثيرة ويسمع المعنى كثيرا فإنه ينفعل بهذا المعنى. ولعل هذا هو السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة بمكة يدعو إلى كلمة واحدة هي: قولوا لا إله إلا الله تفلح. ومعلوم أنه ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. نجد أن السائقين الذين يقودون التكاتك وترسيكلات تجد كثيرا منهم يحفظ الأغاني أو يحفظ الأزاجيل أو ما إلى ذلك. تقول له احفظ القرآن، يقول لك: يا عم الشيخ ما بقدرش أحفظ القرآن. ولكنه يمكن أن يحفظ الأغاني حفظا متقنا. لماذا؟ لأنه يسمعها ماذا؟ كثيرا، يسمعها كثيرا. الصبيان الصغار الذين لا يقرؤون ولا يكتبون لا سيما من الأعاجم يحفظون القرآن عن طريق ماذا؟ التكرار، عن طريق التكرار. فالقرآن تتشابه معانيه وتتوالى معانيه لتتقرر هذه المعاني في نفوس القارئين. فعندما أقرأ عن الجنة في سورة كذا وأقرأ عن الجنة في السورة الثانية والثالثة والرابعة، فأقرأ مثلا 300 موضع يتكلم عن الجنة، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث يعظم في قلبي معنى الجنة، فيزداد حبي للجنة
وتزداد رغبتي في الجنة، فيحسن عملي كي أصل إلى هذه الجنة. عندما أقرأ 200-300 موضع عن النار وحال أهلها وما أعده الله تعالى لداخليها، يتولد في قلبي ماذا؟ نفرة من النار وكره لدخولها، والتحذير أن أقارب أفعال أهلها، وهكذا دواليك. الله نزل أحسن الحديث. وأحسن هنا ليس معنى هذا أن هناك شيء حسن كالقرآن، ولكن القرآن أفضل منه أبدا، ولكن المقصود بأحسن الحديث أي لا أحسن منه مطلقا. عندما تقول فلان أشطر من فلان، يبقى ده شاطر وده شاطر، بس ده جاب 98% وده جاب 97%، يبقى هذا أشطر من هذا أو هذا متقدم عن هذا. القرآن ليس المقصود بأحسن أن غير القرآن فاضل كالقرآن، ولكن القرآن متقدم عليه في الحسن، ولكن هذه أفضلية مطلقة، أفضلية مطلقة. فليس هناك أفضل ولا أحسن ولا أسمى ولا أعظم ولا أجل من كتاب الله عز وجل. ومن أحسن قولا في هذه الآية التي ذكرناها؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. لما المؤمنين قرأوا هذه المعاني المتشابهة المثاني حصل لهم إيه؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. البدن تشعر الإنسان بدنه فيه قشعريرة، وليس شرطا إن الإنسان يولول ويصرخ. بعض الناس يسمعون القرآن يولولون ويصرخون ويحدث جلبة عظيمة، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، وإنما حدث هذا لطائفة من المتأخرين، حدثت لهم هذه الأحوال، وسبب هذا ضعف قلوبهم أن يتحمل الوارد القرآني الكبير، لم تقوى قلوبهم على تحمل قوة الوارد فحدث لهم مثل هذا الأمر. ولكن خير الهدي هدي محمد، وخير من يقتدى به هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحب الكرام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن هذا هو المقصود. ثم ذكر ربنا عز وجل أن هذا فضل منه، ذلك فضل الله، ده فضل من ربنا عز وجل. إذن الإنسان اللي يقرأ القرآن ولا يتأثر قلبا ولا يتحرك وجدانا، أخشى أن يكون ذلك علامة من علامات قسوة القلب. إذا لابد أن نتناصح أن نقرأ القرآن بقلوبنا. هذا الأمر يا إخواني يحتاج إلى مجهود ويحتاج إلى اجتهاد. نحن نريد أن نربط الناس بالقرآن، نحن نريد أن يكون القرآن قائما في قلوبنا، نحيا به ونعيش به ونتحرك به ونستمسك به حتى نكون من أهله. فأهل القرآن هم الذين يستمسكون به ويعملون به ويتحركون به ويدرسونه ويدرسونه ويتعلمونه ويعلمونه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. فبعض المسلمين ضعفت قلوبهم، ومن ملامح هذا الضعف أنهم أصيبوا بالتسرع وعدم التثبت،
أنهم أصيبوا بالتسرع والعجلة ولم يتمهلوا ولم يتركوا الأمر إلى أربابه ليزنوه وينظروه. فقال ربنا عز وجل معاتبا: وإذا جاءهم، إذا جاءت هذه الطائفة من المسلمين، جاءهم أمر، أي خبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الجيوش ويرسل السرايا، فهناك من يوفق وهناك من لم يحالفه التوفيق. من يوفق يغنم ويسلم ويأتي بالخير الكثير، وهناك من لم يحالفه التوفيق تفوته القافلة أو لا يصيب مراده منها، يحدث هذا أو يحدث هذا. ربما تحدث تحالفات ضد المسلمين فيكون ذلك الأمر سببا في الخوف، سببا في الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم حالف يهود بني قريظة، فعندما أتى المشركون وأحاطوا بالمدينة نقض اليهود العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة ليتحسسوا أخبار اليهود، وأمرهم إن وجدوا هذا الخبر صحيحا أن يلحنوا له في القول، يعني ما يقولوش إن اليهود نقضوا العهد، فينشروا هذا الأمر فيكون سببا في إضعاف المسلمين، وإذا كان ذلك الأمر غير صحيح فلينشروه بين المسلمين. ده فقه. إذا ليس كل ما تعلم تنشر، دي مسألة مهمة، ليس كل ما تعرفه تنشره، ولكن لابد أن تنظر إلى المصلحة، فإن وجدت مصلحة في نشر ذلك الخبر نشرته، وإن لم تجد مصلحة لم تنشره، سواء هذا الخبر يتعلق بأمن كانتصار في معركة أو غنيمة أو ربح أو نجاح أو توفيق، أو كان ذلك يتعلق بخوف كهزيمة أو انكسار أو مرض أو نحو من ذلك. هناك إنسان إذا أصيب بمرض فقلت له: يا فلان، إنك مصاب بالمرض الفلاني، هذا الرجل ربما يسعد. لماذا؟ لأن المرض بريد الموت، لأن المرض بريد الموت، وأصعب الأمور أن يهجم عليك الموت فجأة دون أن تستعد له، دون أن تستعد له. يبقى أنت متعشي، قلت لهم أنا داخل بس أريح، دخلت تريح فريحت خلاص، يجي صحوك من النوم يتلاقوك انتقلت إلى العالم الآخر. الناس تقول: ما شاء الله، ربنا أحسن له الخاتمة، كانت نهايته جميل. الله أعلم بنهاية كل مرء، ولكن الأوفق أن الإنسان يستعد للموت، لا سيما أهل الغفلة من أمثالنا، أهل الغفلة من أمثالنا. نحن نعيش في هذه الدنيا ونضرب فيها ولا نتذكر، ولا نتذكر. فإذا أصابنا مرض تذكرنا وانتبهنا واستعددنا للدار الآخرة، فكان ذلك من الخير. ولعل هذا من توفيق الله عز وجل بنبينا، وهو دائما في هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبغته الموت، ولكنه أصيب بالحمى لذراع مسمومة أكلها، ثم انتفض عليه ذلك السم وأصيب بالحمى، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر ثم مات صلى الله عليه وسلم. فالمرض بريد الموت، فلو أن رجلا عنده هذه المعاني الفاضلة
وقيل له إنك مريض ومرضك مرض شديد، يا ترى هل يجزع؟ لن يجزع، بل إنه سيستعد لما بعد هذا المرض من لقاء الله عز وجل، يكثر من الذكر، يتحلل من حقوق الخلق، يجتهد في الطاعات، يتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. وهناك إنسان بالعكس، لو قيل له إنك مريض ما الذي يحدث له؟ ربما يقنط من رحمة الله، وربما يتمرد على ربه سبحانه، وربما يتسخط بالقدر، وربما دفعه ذلك إلى قطع الطاعة والانصراف عن الله إلى غير الله. أرأيتم؟ إذن ليس من المناسب أن تنشر الخبر وأن تعرف الناس كل شيء، ولكن لابد من الحكمة وتوخي هذه الحكمة. ولهذا أجاز العلماء كتمان العلم للمصلحة أو للضرورة، كتمان العلم للمصلحة أو للضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أبطى على الصحابة يوما، فذهب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ليبحث عنه، فوجده في حائط، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه ثوبه أن كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فبشره بالجنة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خرج فقابل من؟ قابل من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فبشره بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلكزه عمر فأوقعه لإسته على الأرض. فانطلق أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله تعالى عنه راكبا إثره، فلما انتهي إلى رسول الله قال عمر: يا رسول الله لا تبشرهم فيتكلوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وورد مثل ذلك من حديث عبادة ابن الصامت: فما أخبر ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبل موته تأثما، إلا قبل موته تأثما. إذن جواز كتمان العلم للمصلحة، ولابد للإنسان إذا حدث الناس أن يحدثهم بالشيء الذي يفهمون ويعقلون، وورد مثل ذلك عن بعض الصحابة كما في الصحيح. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم الأخ أحمد فوزي بس يخش هنا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الناس في المدينة، والمدينة بها أخلاط، بها أخلاط، بها يهود، وبها منافقون، وبها مؤمنون، وحول المدينة أيضا بعض القبائل الذين ماردوا على النفاق، لا تعلمهم يا رسول الله ولكن الله تعالى يعلمهم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فعندما يأتي أمر بانتصار سرية أو بهزيمة سرية أو ما إلى ذلك، الأولى ألا ينشر ذلك الخبر بين الناس، ولكن ينقل هذا الخبر لمن؟ لمن؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى أكابر الناس في المدينة. وإذا جاءهم أمر من الأمن، الأمن كل ما يصيبك من توفيق أو نجاح أو فوز أو غنيمة أو رباح، كل ما يصيبك من هذه الأمور هذا كله أمن.
وكل فوت لمحبوب، كل فوت لمحبوب يسبب لك ماذا؟ خوفا وحذرا، خوفا وحذرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروه. ولذلك سميت الإذاعة إذاعة، لأن فيها نشر الأخبار. أذاع الخبر أي نشره، أذاعه إذاعة، فالإذاعة مصدر للفعل أذاع، فالإذاعة بمعنى نشر الأخبار. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي نشروه. ولو أنهم في ذلك الوقت ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته، وإلى أولي الأمر منهم، وأولو الأمر هذا دليل قاطع أن المقصود بهم العلماء. أولو الأمر في هذه الآية هم العلماء، في قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اختلف أهل العلم في أولي الأمر في هذه الآية، يا ترى هم الأمراء، هل يا ترى هم أمراء السرايا والبعوث الذين كان يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى هل هم العلماء أم هم الأمراء العلماء أو العلماء الأمراء؟ أقوال موجودة، لكن أولو الأمر في هذه الآية قولا واحدا هم من؟ هم العلماء، لأن أولي الأمر في وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يعنى بهم إلا أهل العلم. فأهل العلم الذين لهم قدرة على فهم المرادات واستنباط المغازي والوقوف على الحكمة هم الذين ينبغي أن تنقل إليهم الأخبار. وبالتالي إذا حدثت مشكلة اجتماعية، واحد حدثت مشكلة بينه وبين زوجته، يا ترى ماذا يصنع؟ يروح فين؟ يروح يقول لأبوه أو يروح طلقها على طول؟ هيروح يقول لأبوها؟ يقول له بنتي دي متربية أحسن منك ومن عيلتك، شوف أنت ابن مين، ده احنا كده تعطفنا عليك وجوزناك بنتين. طب يروح يقول لمين؟ لابد ان يبحث عن اهل العلم العقلاء عشان يستنبطهم الحكمة في ذلك الموقف، علشان يوقفوه على ما ينبغي ان يفعله في ذلك الموقف. ولهذا كثير من المشاكل التي نعيشها سبب هذه المشاكل عدم وجود أهل العلم الحكماء. ده مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا. إذا حدث لك أي إشكال، ليس شرطا مع زوجتك، مع ولدك، رجل قال لك أريد 5000 جنيه لنهاية الشهر، والشهر ده بقى له 10 سنين لسه ما جاش، هتعمل ايه؟ هتروح تموته؟ ترميه في البحر؟ هتشتكي لأهله؟ ماذا تصنع؟ هنا يأتي دور أهل العلم الذين يستطيعون الوقوف على أسرار الأمور ويوظفون الأمور توظيفا حسنا. فلو أن المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ردوا أمورهم إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم من العلماء، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون الرد إلى من؟ يكون الرد إلى من؟ ما احنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر العلماء. طيب مات النبي عليه الصلاة والسلام، إذن يكون الرد إلى أهل العلم، يكون الرد إلى أهل العلم. نجد في هذه الأزمان بعض الشبيبة
يتكلمون في المسائل الكبار، مسائل كالديار والتكفير والدماء والأموال، تقول له يا حبيبي اقرأ لي الفتحة كده، يقرأ الفتحة يلحم في الفتحة، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة بطريقة صحيحة. تقول له يا حبيبي أنت دارس لغة عربية؟ يقول لك لا. طيب تقول له أنت دارس أصول الفقه؟ يقول لك لا. طب أنت دارس علم حديث؟ يقول لك لا. طب أنت دارس عقيدة؟ يقول لك لا. طب أنت قارئ في تاريخ الإسلامي؟ يقول لك لا. طب في الحضارة الإسلامية؟ يقول لك لا. طب في علوم القرآن؟ يقول لك لا. طيب قارئ في علم البلاغة؟ لا. طيب أي حاجة تقول له؟ يقول لك لا. طب إيه حصلتك العلمية؟ يقول لك حضرت بعض الدروس وسمعت بعض المشايخ واقتنعت ببعض الآراء وقرأت بعض الرسائل ودخلت على النت ونقرت في بعض الأمور، هل هذه هي حصيلتك؟ أيوة. وتجده يتعرض للمسائل الكبار التي لو نزلت واحدة منها زمن عمر لا جمع لها المهاجرين والأنصار. جعل ربنا عز وجل شرطا لأهل العلم أنهم يستنبطون الحكمة، لعلمه الذين يستنبطونه منكم. إذا لابد من الاستنباط، والاستنباط في اللغة بمعنى الاستخراج، استنبط الشيء أي استخرجه. فالآيات والنصوص فيها الحكم وفيها العبر وفيها الدلالات وفيها الأحكام وفيها الأدلة، المطلوب أن تستخرج هذه الأشياء. يا ترى من الذي يقوم على استخراجها؟ مين؟ هم أهل العلم. لو ترك ذلك الأمر لغيرهم لفسدت الأمور، لفسدت الأمور. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. فضل الله عليكم بالإسلام، ورحمته بأن تجاوز عنكم وعفى، تجاوز وعفى عنكم. ولولا توفيق الله تعالى لكم بأن جعلكم مسلمين فثبتكم على الدين، ثم بعد ذلك من عليكم بتجاوزه وعفوه، لولا ذلك لاتبعتم الشيطان. لأن الإنسان إذا وقع في الزلل وجانبه الصواب وكان من أهل الخلل، يا ترى من يكون حليفه؟ الرحمن أم الشيطان؟ الشيطان. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، فساء قرينا. فعندما تحيد عن طريق الله لن يكون معك إلا الشيطان. الشيطان يضلك ويأخذ بيدك إلى الهاوية. وأعظم ملمح من ملامح الخسران اتباع الهوى. فالهوى كما يقول أهل العلم مركب الشيطان للدخول إلى القلب. الشيطان كيف يدخل إليك؟ أكبر مركب يدخل به الشيطان إليك هو الهوى. هناك مداخل، لكن أخطر هذه المداخل مدخل ماذا؟ الهوى. ولهذا ما ذكر ربنا عز وجل الهوى في القرآن إلا مذموما، لم يذكره إلا مذموما. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد أو بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. والتي قبلها ما لك من الله من ولي ولا نصير. نجد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى
فيضلك عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. مسألة الهوى دي مسألة خطيرة جدا، فالإنسان عندما يتبع هواه هذا دليل على أنه انحرف عن منهج الله إلى طريق الشيطان. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يأمره إلا بالقسط. قل أمر ربي بالقسط، إن الله يأمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا أمر الله عز وجل. لكن ما أمر ربي عز وجل بالفحشاء، وما أمر ربي سبحانه وتعالى بالمنكر، وما أمر ربي بما فيه فسادك أو ضلالك، فما تقع فيه من انحراف أو خطأ أو خلل أو اعوجاج، إنما هذا بكسبك أنت، بكسبك أنت، وهذا كله سببه اتباع الهوى. ولهذا ربط أحد الشعراء بين الهوى والهوان، بين الهوى والهوان، فقال: نون الهوان من الهوى، نون الهوان من الهوى منزوعة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى السنة، وأن يمسكنا بالدين، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونكتفي بذلك حتى نترك فرصة لأذكار المساء، ثم نجعل إن شاء الله لقاء بعد المغرب للأسئلة، لكن ممكن يعني لو هناك أسئلة لمدة ربع ساعة ونكمل إن شاء الله بعد المغرب، لا بأس في ذلك إن شاء الله. يدوبك نص ساعة يبقى طول أذكار، في أذكار المغرب، أذكار المساء. نكتفي ونجعل الأسئلة بعد المغرب، يعني بحيث اللي عاوز مثلا يقضي أي مصلحة في نص ساعة، بس نتواصى بأذكار المساء، أذكار المساء مش ناخدها كلام لغاية المغرب. نجتهد في الذكر، واللي عاوز يروح مشوار يقول أذكار المساء في الطريق، واللي عاوز ينام شوية برضك قبل ما ينام ربع ساعة ولا حق يقول برضك أذكار المساء. مين اللي يقول أذكار المساء يرفع يده كده؟ مستعدين أي أحباب؟ مستعدين؟ توكلنا على الله، توكلنا على الله. إن شاء الله نلتقي بإذن الله تعالى بعد المغرب، ونقعد بعد براحتنا نجيب عن الأسئلة، ونسأل تعالى أن يوفقنا وإياكم، وسامحونا على التأخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.